وللمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحيه، يعني الدوله تسعى للتخفيف من حده الموجه التضخميه العالميه وتبذل جهودا متواصله لتعزيز حزم الحمايه الاجتماعيه. من رايك كيف انعكس ذلك على حياه المواطنين؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. الدولة بتعمل منذ تقريبا أكثر من 9 سنوات على إنشاء شبكة حماية مجتمعية لحماية المجتمع وطبعا المستويات الدنيا التي يعني مسها الفقر والفقر المضغع في يعني مظلة اجتماعية كبيرة، وبتعمل الدولة على عدد من الأوجه وعدد من المسارات. طبعا منذ تولى السيد الرئيس نعلم جيدا ان كان في يعني مظلة اجتماعية بتسمى حياة كريمة، بنشوف الكشف المبكر على فيروس سي، شفنا العديد من المشروعات القومية منها السكن الاجتماعي، شفنا اللي هو تغير في المساكن العشوائية، شفنا يعني التغذية المدرسية. هذه الأمور يا فندم هي ما مست كل المجتمع والدولة المصرية. ملف الحماية الاجتماعية كان ليها عدد من الأوجه، طبعا منها تتذكر حضرتك وكل مشاهدينا الكرام الدعم النقدي اللي هو التحسن في زيادة المعاشات، التحسن في القدرات المالية بتخصيصها جزء منها في الدعم لبطاقات التموين وأيضا نقاط التموين أو ما شابه لذلك. هذه الأمور ما بتسمى بتحسين القدرات المجتمعية سواء بقى على تحت خط الفقر او المستويات الاعلى من ذلك. وهذه هي شبكه الامان اللي الدوله دايما بترسخ ليها، ان بتراعي ان يكون في دعم نقدي ودعم عيني ودعم مجتمعي لكثير من الفئات لحمايتهم من التغيرات الاقتصاديه. ايضا الحكومه اطلقت يا دكتور مصطفى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. إلى أي مدى استطاع هذا المشروع توفير فرص عمل للمواطنين والأهم توفير حياة كريمة لهم؟ شوف حضرتك بتمس في موضوع وقضية في غاية الأهمية، إن البعد الاجتماعي وخاصة برنامج حياة كريمة فعلا رفع من قدرات يعني العديد من القرى المصرية. ويمكن حضراتكم تتذكروا إن السيد الرئيس وضع رؤية إنه يستهدف تقريبا حياة 60 مليون مواطن، يعني قرب 60% او اكثر من يعني مستوى السكان في مصر لتحسن القدرات في القرى والنجوع، وطبعا كل من هو لن يمس التطوير منذ عشرات السنين. برنامج حياه كريمه فندم النهارده رغم انعكاساته وتاثيراته على المواطنين، رغم ان كان ليه ابعاد اقتصاديه في غايه الاهميه، واحد هي التشغيل ورؤيه ان تحسين القدرات للمواطن بكل مردود على زيادة العمل، زيادة الإنتاج، توفير فرص عمل. النهاردة بنشوف أن التغير في النمط اليومي للمواطنين اللي هي في القرى والنجوع اللي هي تحسنت قدراتهم ابتدى يكون ليه فكر وتصور أفضل عن الدولة المصرية، عن الدولة المصرية إزاي بيزود انتمائه عن انتماء أن الدولة والوطن لن يعني ينساه. صحيح. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.